هاي السمونة صارت جاهزة. كتير طيبة سمونة الدجاج بالبريوش الفرنسي، جربوها رح تحبوها. خبز البريوش الفرنسي بالسمسم، بحضر فيه سندويش دجاج كتير طيبة. هون عندي جبنة جودة، سكر أسمر، بصل، وصدر دجاج. شوفوا كيف بحضرها. صدر دجاج مغسل منشف من المي، شوفوا كيف تقطعوا قطعتين، بتضغطوا هيك سكينة حادة مرقوع بهالطريقة. هودي أطرى شي بصدر الدجاج، هن فيليه دجاج، شوفوا ما أطراهم. وبتخبطوا قطع الدجاج بهاي الميلة، مش هاي الميلة، ما بدنا نفتته. لي بوصفات الأسكالوب الكريسبي، كل هالوصفات اللي فيها صدر الدجاج بيتخبط عشان يتكسر. شايفين كيف يكون هيك مجمع بعض وكل هالأنسجة بتتقطع بصير قطرة. فلفل أسود وملح، زيت زيتون، بصل كبير مقطع شرايح، معلقة صغيرة سكر أسمر بني، شوية ملح. بدنا نكرمل البصل، دجاج منريحه بزيت الزيتون بهالوقت. نرجع نحط شوية مي. استخدموا السكر الأسمر البني مش الأبيض. شوفوا كيف بلش يتغير لون البصل. نرجع منحط كمان شوية مي. المي ما بيخليه يحترق وبيخليه يستوي للبصل بنفس الوقت، بيستوي بخفف من حرارة المقلاه. نحن ما بدنا زيت أبدا. بس تحصلوا على هذا اللون بتطفوا النار وتشيلوا البصل. مقلية حامية، صدر دجاج. لكل الأشخاص اللي بيعملوا دايت بدهم ياكلوا صدر دجاج مشوي، جربوه بهالطريقة، رح تاكلوا صدر طري، ما رح يكون ناشف ورح تحبوه، مش بمغط إذا اتبعتوا هاي الخطوة. شوفوا كيف بلش يستوي، ليكو نقلبوا قلبتين بس. صدر الدجاج نقص نصين، وكمان بالمطرقة مديناه يعني كسرنا فيه الأنسجة، منه سميك، بده بس على كل جهة 4 دقايق وبس. قطعة زبدة، قلبته بس قلبة تانية لا ياخد من طعمة الزبدة. شوفوا قديش حرارته، من أسمك مكان وطري حيكون دايب منه ناشف. وضروري تريحوا قطعة دجاج 5 دقايق بورقة قصدير، ريحوه 5 دقايق ضروري قبل ما تحطوه بالساندويش. نفس فكرة تريحة قطعة ستيك بنفس المقلاة بالسمسم، وفي العادة أنا بحب بالسمسم بالساندويشات. نرجع نشغل النار ونحمر القلب. شوفوا هاللون الحلو، مايونيز. هلأ منحط قطعة جودة، أشهر جبنة كتير بحبها. عشان لا تنشف كتير مهم سكروها منيح من هون، بتضلها هيك كريمية وطرية. البصل المكرمل خس طري منه ناشف، ليكو ما أحلي وطيب ومستوي. ليكو هاي الفيليه، وهذا الصدر العام. رح احط لها سراجة شوية صغيرة، صوص حليب، مايونيز. وهي السمونة صارت جاهزة، كل شي فيها طيب ومرتب، الخبزة، البصل، شوية هالحرورة، نوع الجبنة. ليكو شوفوا الجبنة محلاها كيف طرية. كل المواد اللي بقلبها هني اساسا طيبين، البريوش الجبنة نوعيتها ممتازة، الدجاج انطبخ صح، فكيف ما بتطلع هالقد طيب ومرتب.